مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله صباحكم عن جديد وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد برنامج جوك مستمر معاكم كما عودناكم بموعده الساعة 7:30. بدأنا بفقرات عديدة، وآخر فقرة معانا لليوم راح تكون مع الزميل المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر. زي ما الأغلب صار عارف، أكيد مشاهدينا الأعزاء، مملكتنا الحبيبة تتعرض لأول منخفض خماسيني مبكر يؤثر على مملكتنا. هذا المنخفض سيتحول إلى تصنيفه إلى الدرجة الثانية. طبعاً المنخفضات الخماسينية لا تصنف، ولكن فجر اليوم أو اليوم بالليل راح يتحول هذا المنخفض لمنخفض شتوي بحت، ورياح قوية وأيضاً أمطار متوقع أن تكون غزيرة، يعني بدءاً من ساعات الليل إلى يعني حد ساعات الصباح يوم الجمعة. لنعرف تفاصيل أكثر أكيد مشاهدينا الأعزاء عن هذا المنخفض والرياح والغبرة وكميات الأمطار، معنا الآن على الهواء مباشرة أخونا وزميلنا وحبيبنا محمد الشاكر. محمد، يسعد صباحك. يسعد صباحك وسامي، أهلاً وسهلاً. الله يسعدك محمد. يعني زي ما عم نشوف حاليا برا، يعني اجواء تقريبا مخبره، اجواء نوعا ما مزعجه ل يعني كثير من الناس، وخصوصا الناس اللي معها امراض تنفسيه. بدنا نعرف يعني حاليا هاي الاجواء، هل راح يكون في تطور على نحكي اليوم خلال انهار على كميات الغبره المتوقعه في الاجواء، ام راح تكون هيك؟ الرياح متى متوقع انها تبلش تزداد؟ وعم بسمع محمد، كنت أنا وياك عم نحكي عن رياح ربما تكون قوية، ويعني ربما تكون كمان مؤذية للعديد من الأشجار المحاصيل، ممكن كمان الأشياء المش مثبتة بشكل صحيح. فيعني اليوم بدنا نحكي بشكل مفصل أكثر عن هذا المنخفض الخماسيني اللي عم بيأثر. تفضل محمد. طبعا صباح الخير أسامة، من جديد صباح الخير إلى كل جميع الإخوة المشاهدين. يعني المملكة اليوم هي ما زالت ضمن تأثير المنخفض الجوي الخماسيني الأول لهذا العام. المنخفضات الجوية الخماسينية تتميز بحدوثها وتسببها بارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة في مقدمتها، وأحيانا تتبع باندفاعات لكتل هوائية باردة كما هو عليه الحال في هذا المنخفض الجوي، الأمر الذي سيتسبب بتحول هذا المنخفض الجوي الخماسيني في وقت لاحق من هذا اليوم إلى منخفض جوي شتوي من الدرجة الثانية، وعلى الحفة يصير درجة ثالثة. يعني هو منخفض قابل للتطور حقيقة، وهو من المنخفضات الجوية التي ستكون قوية. السبب في قوة هذا المنخفض الجوي هو سرعة الرياح الاستثنائية بالدرجة الأولى وكميات كبيرة من الأمطار متوقعة، ولكن في أوقات قصيرة، فبالتالي يعني خلينا نسميها معدل غزارة أمطار مرتفع متوقع مع ساعات فجر وليلة الخميس على الجمعة. ولكن قبل أسامة نبدأ بآخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة هنا في مركز طقس العرب، لدينا تشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب والغيوم على ارتفاعات المتوسطة وعالية، هي مرافقة لذات المنخفض الجوي الخماسيني الذي بات يتمركز الآن تقريبا إلى الجنوب من جزيرة قبرص. كان يتمركز في ساعات مساء يوم الثلاثاء إلى الشمال الغربي من الأراضي المصرية، يوم أمس تمركز إلى الشمال من مصر. فهذا تقريبا مسار المنخفض الجوي الخماسيني. اليوم في ساعات الصباح البيانات أظهرت أنه يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص، ومن المتوقع أن يتحرك هذا المنخفض الجوي لاحقا خلال ساعات نهار هذا اليوم إلى الشمال من الأراضي السورية. عند وصوله إلى المنطقة الشمالية للأراضي السورية ستندفع خلفه كتلة هوائية باردة جدا سنتحدث عنها بعد قليل. ولكن إذا أخذنا على سبيل المثال درجات الحرارة أسامة، وما هو يعرض الآن هو عبارة عن نمذجة حاسوبية أو محاكاة حاسوبية لكيفية تحرك الكتل الهوائية بالقرب من سطح الأرض. اللون الأحمر هو ينوم على وجود ارتفاعات كبيرة في درجات حرارة. يوم أمس سجلت درجات حرارة بشكل عال جدا، يعني مثلا يوم أمس سجلت درجات حرارة في شرقي العاصمة عمان ما يناهز تقريبا 28 درجة مئوية في العاصمة عمان. تقريبا هذا الأمر يعني أن درجة الحرارة أعلى من المعدلات المعتادة بحوالي 12 درجة مئوية. طبيعي هذا الارتفاع على درجات الحرارة في مقدمة المنخفضات الجوية الخماسينية، ولذلك نلاحظ سيطرة تامة يوم أمس، هذه خريطة يوم أمس، للكتلة الهوائية الدافئة أو الحارة نسبيا المرافقة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني على كامل مناطق بلاد الشام. اليوم الخميس يتوقع استمرار الجزء الجنوبي من بلاد الشام تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الدافئة جدا، وبالتالي يعني تدريجيا خلال ساعات النهار يبدأ رحيل هذه الكتلة الهوائية شرقا مع بدء دخول هواء أبرد نسبيا مما كان عليه الحال يوم أمس.
فبالتالي اليوم ستحدث ظاهرة يعني جوية بأننا كلما دخلنا في ساعات النهار كلما تراجعت درجات الحرارة، وبالتالي اليوم نتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة عمان ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية، أي أقل بثمان درجات عما كانت عليه يوم الأمس. الطقس اليوم يبقى بالرغم من ذلك أكثر اعتدالا مما هو أيضا معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، ونتوقع صعود المنخفض الجوي للأراضي السورية في وقت لاحق من اليوم، وبالتالي اندفاع الهواء البارد، هناك كتلة هوائية باردة في جنوب شرق القارة الأوروبية وتوقع أن تندفع خلف هذا المنخفض الجوي تصل إلى المملكة يوم الجمعة. هذا اللون الأخضر ينوم على وجود هواء بارد جدا سيسيطر على منطقة شرق البحر المتوسط نهار يوم الجمعة، يبدأ تقريبا تأثيره مع ساعات فجر يوم الجمعة، يبدأ تأثير هذا الهواء البارد مع عبور جبهة هوائية باردة ستتشكل، وستحدث عنها بعد قليل ماذا يعني الجبهة الهوائية الباردة، ماذا يتوقع أن يحصل. ولكن فقط استكمالا لهذا الحديث، نتوقع انقلابا جذريا على درجات الحرارة يوم الجمعة، درجات حرارة شتوية، حتى أن أسامة ليلة الجمعة على السبت درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة تنخفض إلى مستويات تؤدي إلى تشكل الصقيع في مثلا مناطق السور الشرقية، مناطق البادية، مناطق جبال الشراء، إلى ذلك الحد ستنخفض به درجات حرارة وستنقلب الأجواء رأسا على عقب، ويوم السبت تعاود درجات حرارة الارتفاع القليل مع رحيل هذه الكتلة الهوائية شرقا، لكن تبقى بقاياها موجودة على المملكة، وبالتالي حتى يوم السبت نهارا لا نتوقع حدوث ارتفاع ملموس أو كبير جدا على درجات الحرارة. قبل الانتقال إلى تفاصيل هذا المنخفض الجوي، تشير المؤشرات لدينا إلى أن هناك العديد من المنخفضات الخماسينية متوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأسابيع القادمة، وهي سمة أساسية فيما تبقى من شهر آذار. هناك نشاط أستطيع القول بأنه غير معتاد لكثرة المنخفضات الجوية الخماسينية خلال ما تبقى من الشهر، وبالتالي نتوقع الكثير والكثير من التقلبات الجوية المشابهة لما حصل ويحصل حاليا. بالانتقال إلى الجبهة الهوائية الباردة وتوقعات سرعات الرياح، اليوم نهارا تنشط تدريجيا سرعة الرياح، اللون الأحمر والأسهم تنم على اتجاه وسرعة الرياح، كلما زاد اللون احمرارا يعني ذلك ارتفاع كبير في سرعة هبات الرياح، وكلما اتجهنا للون الأزرق يعني ذلك هدوء في الرياح. اليوم نهارا نلاحظ أن معظم مناطق المملكة ضمن رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطت السرعة مع هبات قوية على فترات، كما نلاحظ هذه الهبات القوية من الرياح تتركز في وقت لاحق من اليوم كما نلاحظ في المنطقة الشرقية من المملكة، هناك يتوقع أن تتجاوز سرعة هبات الرياح في تلك المناطق حاجز 100 كيلومتر في الساعة في المنطقة الشرقية، الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله تعالى وفق تقديرنا هنا في مركز تخطيط العرب إلى حدوث عواصف رملية على الطريق الصحراوي المؤدي للعراق والحدود الأردنية العراقية، منطقة الرويشد الصفاوي والأزرق، جميع هذه المناطق بما فيها الحدود الأردنية أيضا السعودية ربما تتعرض لعواصف رملية تعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في وقت لاحق من اليوم. وبالتالي يعني ندعو الإخوة المواطنين خاصة الذين يعني يتجهون إلى تلك المناطق بضرورة الانتباه أثناء القيادة من السرعات المرتفعة للرياح. هناك أيضا المناطق الأخرى من المملكة تشهد رياحا نشطة مع هبات قوية، سنلحظ نحن مثلا في العاصمة هناك يعني ازدياد تدريجي في سرعة الرياح خلال ساعات النهار، الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بشكل عام. الطقس يكون مغبر اليوم، ارتفاع في مستويات الغبار، ولكن الغبار الأساسي المتسبب بتدني كبير في المدار الأفقي يتركز في منطقة البادية الشرقية بمشيئة الله تعالى. مع دخولنا في ساعات مساء اليوم تخف قليلا سرعة الرياح في بعض المناطق، لكنها تبقى نشطة عموما، وسنلاحظ أن هناك رياحا بشكل عام موجودة في ساعات الليل. أسامة، تقريبا مع انتصاف هذه الليلة ومع اكتمال اندفاع الكتل الهوائية الباردة للمنطقة الشرقية للبحر المتوسط، هناك جبهة هوائية باردة يتوقع أن تبدأ بعبور المملكة من المناطق الشمالية ومن ثم باقي المناطق. أثناء عبور هذه الجبهة كما تلاحظ الألوان هنا، هذا تقريبا مع ساعات الفجر الساعة الثالثة صباحا تقريبا، يتوقع أن تهب رياح استثنائية في الشدة في مناطق مختلفة من المملكة، تقريبا سرعة بعض هباتها ما يتجاوز 110 وربما تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى. هذه الرياح ستكون شديدة جدا مصحوبة بهبات عاتية في مناطق مختلفة من المملكة، وبالتالي
يعني ندعو الجميع بما انه هو يعني دخلنا او سندخل في الحظر الشامل في ساعات هذه الليله، الى ضروره تثبيت مقتنياتهم المختلفه الخارجيه سواء في منشاتهم التجاريه او في بيوتهم بسبب السرعه الكبيره لهذه الرياح. رسالتنا ايضا للمزارعين بضروره تثبيت اشجارهم او ما يتعلق بمحاصيلهم الزراعيه كيفما كانت الطريقه، لاننا نتوقع فعلا رياحا شديده جدا استثنائيه في السرعه كما ذكرت قد تصل الى حدود ال 120 كم في الساعه خاصه اثناء عبور هذه الجبهه الهوائيه البارده. وخلال ساعات صباح يوم الجمعه كما تلاحظ اسامه هذه الالوان يعني بالعاده نراها في البحر ولكن نراها في الداخل المناطق المتاخمه للجبال الشرات الطريق الصحراوي المناطق المكشوفه من المنطقه الوسطى والشرقيه، وبالتالي هذا الامر سيتسبب بمشيئه الله الى تشكل المزيد من العواصف الرمليه في وقت لاحق من فجر هذه الليلة أو يعني صباح يوم الجمعة في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة من جديد، مما يؤدي إلى ارتفاع لافت في مستويات الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية. وخلال ساعات نهار يوم غدا أسامة بشكل عام الرياح نشطة مع هبات شديدة على فترات عدة، أو رياح قوية بالأحرى مع هبات شديدة على فترات عدة بمشيئة الله تعالى، قبل أن تبدأ بالرياح بالتراجع تقريبا في ساعات ما بعد الظهر، يعني بعد ظهر يوم الجمعة هناك تراجع تدريجي في سرعات الرياح بمشيئة الله تعالى قبل أن تخف بشكل تقريبا تام ليلة الجمعة على السبت. ذات الجبهة الهوائية الباردة من ناحية المطرية يتوقع أن تبدأ كما ذكرنا بالعبور ليلة أو مع انتصاف ليلة الخميس على الجمعة، ستؤدي بمشيئة الله تعالى إلى بدء هطول أمطار في المنطقة الشمالية من المملكة مع انتصاف الليل. هذه الأمطار تهطل بمشيئة الله في المنطقة الشمالية، تكون غزيرة رعدية الطابع متوقع أن تكون هذه الأمطار، وأيضا مترافقة مع زخات كثيفة أحيانا من البرد، فتعبر هذه الجبهة مع انتصاف الليل تصل إلى المناطق الوسطى بعد منتصف الليل كما نلاحظ بالعاصمة عمان المناطق الشمالية ومناطق الوسطى، بما في أيضا بعض المناطق الجنوبية من المناطق الوسطى يتوقع أن تصل إليها أمطارا رعدية غزيرة مترافقة مع زخات من البرد. ومع ساعات الفجر والصباح تعبر هذه الجبهة تقريبا معظم مناطق المملكة، وبالتالي تنتشر الأمطار لتصبح أيضا في المنطقة الجنوبية وأيضا في المنطقة الشرقية مع استمرارها في المنطقتين الشمالية والوسطى. هناك توقعات بأن يكون معدل غزارة الأمطار عالي في ساعات فجر يوم الجمعة وصباح يوم الجمعة، الأمر الذي في الغالب سيتسبب في جريان كبير للأودية والشعاب في مناطق عدة من المملكة وتشكل للسيول المفاجئة. طبعا نحن نعلم بأننا في ذلك الوقت نكون في فترة الحظر الشامل، وبالتالي مرة أخرى كما دعونا الإخوة المواطنين إلى تثبيت مقتنياتهم الخارجية في منشآتهم التجارية وأيضا في بيوتهم، أيضا ندعوهم إلى الانتباه من رفع مثلا في المناطق المعتاد عليها تجمع المياه وحدوث ارتفاع في منسوب المياه إلى رفع مثلا مقتنياتهم عن مستوى الأرض سواء في المناطق التجارية أو في بيوتهم نتيجة هذه الأمطار التي قد تتسبب بذلك الأمر. هذه الجبهة الهوائية الباردة أسامة سريعة جدا بشكل أنها تصبح مع ساعات الصباح في المنطقة الشرقية أو تغادر المملكة، تبقى بعض مناطق شمال وسط المملكة ضمن تأثير بعض الزخات المتباعدة مطريا في المنطقتين الشمالية والوسطى، وحتى أنا في ساعات النهار ننظر إلى زخات عادة تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة ولكنها متباعدة زمنيا وجغرافيا، وبعد الظهر تقريبا تتراجع فرص الهطول تصبح محلية الطابع، ودخولنا مع ساعات المساء كما تلاحظ تقريبا معظم مناطق المملكة أصبحت فيها فرص الهطول شبه معدومة. فهذا تقريبا تسلسل زمني أسامة لما هو متوقع من ناحية الهطولات المطرية، ما هو متوقع من الرياح، ما هو متوقع من انخفاض في درجات الحرارة، وذلك بسبب تحول هذا المنخفض الجوي الخماسيني وتعمقه ليصبح منخفضا جويا شتويا من الدرجة الثانية، وما زال تحت المراقبة خوفا منها أو ربما بسبب أنه قابل ما زال للتطور. درجة الحرارة اليوم في العاصمة عمان نهارا تصل كما ذكرت بين 18 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء بشكل عام مغبرة وعاصفة. ويعني فقط كملخص للأحوال الجوية الثلاثة أيام القادمة كما نلاحظ 18 درجة مئوية في ساعات النهار، 9 درجات مئوية في ساعات الليل القادمة مع أجواء عاصفة وماطرة وعلى منتصف الليل. لاحظ أسامة غدا 12 درجة مئوية في ساعات النهار، هناك انقلاب جذري على الأجواء،
ولاحظ في ساعات الخمس درجات تعود درجات حرارة لمستويات شتوية، ترتفع درجة حرارة يوم السبت إلى 16 درجة مئوية وتكون هي تقريبا حول إلى أقل من معدلاتها بقليل، وتسع درجات مئوية في ساعات الليل. فهذا تقريبا ملخص ما هو متوقع بمشيئة الله تعالى على الأجواء في المملكة. 100% محمد، يعني اليوم عم نحكي عن نشرة جوية تستدعي التحذير الحقيقي. خليني أكون يعني كمان برضو واضحين أكثر، هي تستدعي التحذير الحقيقي بداية بالنسبة لموضوع الرياح الشديدة اللي ممكن أنها تأثر، والرياح الاستثنائية. بعرف أنه الحالة تتركز الفجر، يعني ممكن المعظم إحنا راح نكون بحضر شامل والمعظم راح يكون نايم ببيوته، فأنا كمان يعني بدعو الأخوة المواطنين أنه ياخذوا حذرهم أيضا من كميات المطر العالية. في ناس تستدعي ظروف عملهم البقاء في الشارع مثلا، أو أنهم يروحوا متأخر، خلينا نحكي القطاعات المستثناة من الحظر الشامل، برضو كمان نتمنى أنهم ياخذوا حذرهم. نتمنى أيضا كمان كل حدا عنده مقتنيات سواء على البرندة برا، على السطح، على الروف، المحلات التجارية، أنهم يتفقدوا يعني المقتنيات. وأيضا أنا كمان بدعو محمد الزملاء بطقس العرب بأنه نرسل برضو كمان تنبيهات، وحيكون إن شاء الله في تنبيهات اليوم مساء وتحذيرات تستدعي انه نطلقها بمركز طقس العرب، لانه احنا عم نحكي لمنخفض من الدرجه الثانيه قابل ان يتطور للثالثه بسبب الرياح الاستثنائيه وكميات الامطار الغزيره اللي راح تاثر بنطاق يعني خلينا نحكي زمني ضيق ان صح التعبير. فالله يجيب اللي فيه الخير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بالعكس صحيح اسامه، واحنا راح نكون على تواصل مع يعني المستخدمين والاخوه المواطنين في المملكه. أعتقد أنه خلال الساعتين القادمتين سنقوم بتوجيه جملة من التنبيهات والتوصيات، خاصة الأمر فيه حظر شامل، وبالتالي يجب الانتباه لدى بعض القطاعات مثل المزارعين، مثل من ما يعمل ليلا، من ضرورة الانتباه من هذه الحالة الجوية التي ربما تكون سريعة ولكنها ذات تأثير عالي. 100% محمد، الله يعطيك العافية، إن شاء الله نهاية أسبوعك تكون لطيفة عليك وعلى جميع المتابعين. الله يجيب اللي فيه الخير، أمطار إن شاء الله يعني تكون خير علينا. نعم بجوز الأغلب يكون نايم لما بتأثر الجزء الأقوى من هذا المنخفض من رياح ويعني أمطار، والله يجيب اللي فيه الخير علينا وعلى الجميع يا رب. محمد شكرا لك، شكرا لوجودك معنا محمد على الهواء مباشرة، ومشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، إذا كما استمعنا للزميل محمد الشاكر لا تطورات المنخفض الخماسيني الذي صنف كمنخفض شتوي فيما بعد تأثير الغبرة لمنخفض من الدرجة الثانية قابل أن يتطور للدرجة الثالثة بسبب شدة وقوة الرياح اللي راح تأثر، وأيضا ربما قوة الأمطار الغزيرة بنطاق زمني ضيق كما أسلفنا وكما حكينا. من هون إن شاء الله لألتقي فيكم يوم الأحد. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، تحيات الزملاء بموقع ومركز طقس العرب، شكرا للزميلة أريج الدجاني من المتابعة والتنسيق والإعداد، شكرا لمحمد الشاكر من الإشراف العام، وكنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي على الهواء مباشرة عبر برنامج جوك. لقائنا معاكم بتجدد بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأحد بتمام الساعة 7:30. من هون ليوم الأحد إن شاء الله تظلوا بخير، صحتكم بخير، أهلكم بخير، وندعوكم دائما للتذكير بالالتزام بالتباعد وبالالتزام بارتداء الكمامات حماية لصحتكم وصحة أهاليكم في ظل هذا الوضع الوبائي للأسف يعني المقلق نوعا ما، وفي ظل هاي الإجراءات المشددة اللي بعرف يعني أكثر من 90% من الناس مش عجبهم، منهم أنا وكثير ناس، ولكن يعني هذا الظرف الوبائي بيحتم علينا أنه نصبر، وما بعد الصبر إلا الفرج، وإن مع العسر يسرى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكون أمورنا يسر، ودائما اليسر حليفكم بحياتكم. من هون ليوم الأحد لقاءنا إن شاء الله، الله معاكم، ضلوا بألف خير، ونهاية أسبوع سعيدة علينا وعليكم.